بمناسبة عيد الفطر، عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله، وأدام الله علينا الصحة والعافية والهناء، وشكرا. نقول للشعب الجزائري عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، والله يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله يا ربي يحفظ لنا البلاد، وإن شاء الله ربي يحفظ الشعب الجزائري والشعب العربي بكامله وبأسره. عيد الفطر مبارك، نتمنى لك عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. وبهذه المناسبة العظيمة نشكر، نتمنى للشعب الجزائري عيدا سعيدا وكل سنة وانتم طيبين. نشكر السيد رئيس الجمهورية والحكومة على ما يبذلوه من جهد من أجل ازدهار الوطن. تحياتي إلى المجتمع الجزائري، ولاية أطهر، وأهلي في ولاية تيارت. عيدكم مبارك أخويا، كل عام وانتم بخير، تعيدوا وتزيدوا، أنا في أضرار مرحبا بكم. يجعل على الأمة الإسلامية كامل وأمة الشعب أضرار كامل بالخير والعافية، وتقبل منا إن شاء الله، ونتمنى عيد كريم لجميع الأمة الإسلامية وشعب أضرار كامل إن شاء الله. مناسبة العيد المبارك، كل عام وأنتم بألف خير والأمة الإسلامية إن شاء الله. الفطر المبارك، نتمنى إن شاء الله الأمة الإسلامية والعربية جمعاء عيد سعيد مبارك، وربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وإن شاء الله نتمنى الأمة العربية خاصة السودان اللي راهي تقطع قدامنا، إن شاء الله نتمنى أنهم ربي يجمع شملهم ويطفي هذه الجمرة اللي شاعل عندهم. نتمنى لإخواننا إن شاء الله الفلسطينيين تاهما ربي يفك أسرهم، ونتمنى إن شاء الله من الشعب الجزائري أنه يقضي عيد فطر مبارك. الشعب الجزائري صحة عيدكم، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله يا ربي، يجعل المعاودة بالخير إن شاء الله. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، تعيدوا بالصحة والعافية إن شاء الله، يجعل المعاودات بالخير. عيد مبارك، كل عام وانتم بخير. عيد سعيد، وكل عام وانتم بخير، وشعب الجزائر يكون بخير، والأمة الإسلامية كاع بخير إن شاء الله. وانتم بخير، الشعب الجزائر خاصة والأمة العربية عامة، إن شاء الله يجوزوا في عيد بالصحة والهناء، الصحة والهناء إن شاء الله يا رب العالمين. عيدكم مبارك، وكل عام وانتم بخير على خير. انتم كل عام وانتم حيين. عيدكم مبارك، الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله، سنين دائما ان شاء الله. مبروك، وكل عام وانتم بخير. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مجمع دزاير تيوب يتمنى لكم عيد مبارك سعيد. دزاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.